من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في قراءة جديدة للتاريخ. اليوم سنبين لكم في المشهد القادم بإذنه تعالى فوائد الانتماء الحقيقي والاقتداء العملي لأهل البيت عليهم السلام، وكيف يكون الإنسان المتبع لهم حق الاتباع خارقا لقوانين الطبيعة بإذن الله، فيما ينجيه الله به من مهالك ويسهل عليه من أمور ويفتح له من أبواب، بقيد ترك الهوى واتخاذ الدنيا وسيلة للآخرة. فلنشاهد هذه الحوارية التي جرت مع الإمام الباقر صلوات ربي وسلامه عليه. فلنشاهد أحبتي. أخبرك، أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك، إن نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن هذه الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من أموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا بين الناس والتجار أحببنا الدنيا. إنما هي القلوب، مرة تصعب ومرة تسهل. صدقت يا ابن رسول الله. أما إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قالوا، صلى الله عليه وآله، يا رسول الله نخاف علينا النفاق. إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا، وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار. ونحن عندك فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء. أتخاف أن يكون ذلك نفاقا؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال صلى الله عليه وآله، ولم تخافون ذلك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، كلا، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. إذن إخوتي أخواتي، وقبل أن نختم هذه الحلقة، ها نحن وإياكم والحكمة المتخذة من المشهد السابق والقصة الواردة فيه. الحكمة هي إن اتباع الإسلام الحقيقي المتمثل بمحمد وآل محمد يستتبع توفيقات إلهية عجيبة، وتتحول فيه الحياة إلى أفضل حياة مفعمة بالتسديد الإلهي. انتظرونا في الحلقات القادمة، نستودعكم الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم ف
فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذا في حبهم وتزودا.